محمود مغربي انت عايزه اتكلم معاك في الايفال. نعم ما شاء الله اعمل ان انا مش هضرب عليه النهارده هضرب عليه بكره. لا اقول لك انا بكره عايز نضرب عليه النهارده نضرب ما عنديش مشكله. انا تعبان قوي بصراحه عايز الحق انام. طيب وانا كمان بس اديك فكره على اللي انا حامله. انا حامل ان انا صاحبه شركه وعندي فلوس. قلت لي فلوس ورايحه وبنغني بنغني في العربيه. ايه رايك؟ لذيذ. يعني انا يكون مثلا مش عارفه انت عشان هتبقى ضدك ايه وبرده مش هيكون لايق عليك موضوع ان انت شوفر وبتاع. اجيب محمد. مش ينفع اصلا ديليجي. ما انت ديليجي بقول لك وغير كده يعني. لا ليه بالحلقه دي ينفع. محمد يجي يفتح لي الباب وكده واقول له مثلا شغل الكاسيت عايزين نسمع حاجه. فاهم؟ فيبقى هو بيغني مش عارف ايه ومره يبقى فرنش مره ايطالي على حسب. بقول له لا غير واقول له في الاخر ولا اقول لك يعني اتفتفي انا اللي هغني كده واقول له ايه مالك وقفت؟ يقول لي معلش يعني عشقت سير وكده. وانا اقول له لا خلاص حرام يعني انا مستعجله وانت عارف الموضوع ولا مش دي مشكله. انا مش فاهم الموضوع المفروض يمشي ازاي. مش فاهم المفروض يخلص ازاي. قصدي يعني خلصته بطريقه قلت خلاص انا مش هدي بطريقه تلقائيه ان هو فاهمه يعني. يا اما انا هخرج يا اما هقعد الاقي يعني يا اما حاجه من حاجتين يا اما هلاقي المفتاح بس لما الاقي المفتاح في الحالتين مش هعرف اروح. يا اما اللي هو الاقي المفتاح وقال هو واخدها مني يلا حبيبتي يلا قولوا لي خليكي يلا دي مفتاح الشقه مش بقى بيهم ماشي. فاهم قصدي؟ حاجه كده فا يعني دي اكتر حاجه بتساعدني انا في الموضوع. بس انا مش عارف ان هو حاجه مسلسل في فيلم يعني هو ايوه المسلسلات العربيه يعني. بس فشوفي انت عايزه تعملي ازاي؟ يا ايه؟ يا انا بلاقي المفتاح انا مع نفسي بعد ما تقولي لي احاول الكلام كله وانا بلاقي المفتاح بقول بلاقي بعد ما اغني الاغنيه بتاعتي اللي هو ايه ده لا ما انا في حالتين مش هعرف انا اروح لها. او هي بتقعد بعد ما انا بغني لها بقول لها خلاص لو فات الاول عليك يعني هي بتقعد بتقع كوست وبتقول لها تلاقي المفتاح وانا واخدها من ايدها بقول لها ميرسي جدا بقول لها يلا بقى تمام بدون ما تروح. بس اللي انت عايز تعمله ده الايفال بتاعك ما تحطنيش موقف ان انا اختار. اوعى انت تختار. انا مش عارف بجد مش عارف. اسال حد تاني ليه؟ مش في الاغاني مش في الاغاني. انت اخترت اغنيه يعني يعني الاغنيه مثلا بتاعتي اللي هي I'm hanging on your rope got me 10 feet off the ground. مش حاسس انها حلوه. I'm hearing what you say but I just can't make a sound. You tell me that you need me then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry. Didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late to apologize. Shake baby. طب والتانية قول. انت بقى مش عارف ما دي فكرة ان انا في كذا اغنية في مخي. بتاعت مايكل جاكسون. زينة do you know any song that apologizes for something like you know sorry كذا or انا اسف لاني sorry I never told you انت عارفة ممكن اغنية تنفع what goes around comes around. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hands. So while your love went away, I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. وتنفع برضه التكملة. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it, can't believe it's ended this way. Just so confused about it, I'm in the blues about it. I just can't live without you. Tell me, is this fair? Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around. You were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find. No, I'm shutting. And I have been used to it. Good? You also زنزون نقعد مع بعض شوية نفكر مع بعض في العبار ولا فكرت انت؟ انت فكرتي في مشهد؟ ولا شيء بس؟ ولا شيء تعالي نقعد أنا موضوعي مش حلو تعالي نقعد ما بعرف شو أنا بطلب منهم أنا فكرت إنه أعمل إنه أنا